تمرين البارحة يا شيخي. حسن، حسناً، النقاط مضبوطة، لكن يا حسن الخط أكثر من المقاسات. يا حسن، الخط إيقاع المطلق، هو الصلة بين العالم الظاهر والعالم الباطن، الظاهر والباطن. الحرف هو صلاتنا يا حسن، بهذا وحده يصير الخطاط شاهدا على البهاء الإلهي. حسن، اصنع لي حبرا.
وسلم قال 3 أحب إلي في دنياكم: العطر والنساء والصلاة. بدأ بذكر العطر. في العطر يكمن سر المرأة، في المرأة يسكن سر الحب، والحب هو صلاة الكون الكبرى. اسمعوا اسمعوا اسمعوا. وما حقيقة الحب؟ الحب، اشتري هذا، إنها هدية العاشقين. وكيف نعرف أننا عاشقون؟ بشراء العطور. مهلا مهلا، بكم؟ بكم؟ اسمعوا 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 ما قال رسول الله: قال: حبي إلي من دنياكم 3: العطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الأمر؟ إياك وأبواب السلطة، وإياك ومجالسة، ولكنك لم تعرف باب المخزن. هذا باب المدخل، ولم تعرف المصادر. أهذا المغني الشهير؟ فات الأوان، غناه انتهى ولا يحب التكرار. كفى، ما سمع غناءه أحد غيرك. قد استمعت إليه وانتشيت. كفى كفى، لا تبالغ. عفوا، هل وصل كتاب شيخي؟ لم يصل، أعرف أن المهلة طويلة، مراكبنا محجوزة فيما وراء البحر. أي كتاب؟ إنه زاد المسافر لابن الجزار. أظنه عندي، تعال معي. لكن مخزني في حالة يرثى لها، ولا أعرف كيف سأجده. العقل الراجع. لننظر هنا أولا. كتبك كثيرة. ترقبني هنا. لا تنقصني إلا الفئران، سأبحث عن قط. كان يكفي. الأمير شطب كثيرا قبل أن يطلب من شيخي نسخ القرآن عنه، نذر أن ينسخه بنفسه، لكن القلم هوى من أصابعه. فعل سيء، أما وهو بخط شيخك فسيكون القرآن إعجازا. وهل يصح نذر الأمير مع ذلك؟ نعم، ربما يد الشيخ تسرع على الصفحة، ولكن روح الأمير تقودها. اذهب إلى الحاج. اسمع، ها هو، وجدته. الموضوع مختلف. نفس الكاتب، لا يهم. لكن يهم شيخي. أهلا. أهلا. الأزرق يختلف. إنه فرق بسيط، سنقومه. هل وجدت أسماء أخرى؟
لا. لماذا تريدها جميعا؟ أريد معرفة حقيقة الحب. إن حياتك كلها لا تكفيك لتفهم معانيها، والحقيقة كلمة واحدة تكفيك جميعها. خذ مثلا كلمة الله، تشمل الرحمن، الخلاق، الوهاب. أما أنا فوجدت ثلاثة. ما هي؟ عشق، وجد، وهي. والآن كم لدينا؟ 29 و3 32. هيام؟ إنه الحب الذي يفقد الصواب ويقود إلى الهلاك. ماذا تخفي؟ أهي تميمة؟ هي كذلك، اذهب، المعلم يريدك. هل أرافقك إلى الدرس؟ لا تبطئ، سأصل قبلك. إنه جني، إذا وصل فلن يعيش طويلا. ما رأيك في الكتاب؟ جيد جيد. كلما أدرت وجهي تختفي. أين كنت؟ قلت لك اذهب واحضر نسخة فاطمة الزهراء. لا تتمهل، روح هيا. زين زين، مستعجل، ألا تراني أركض؟ مهلك، رسالة، إنه الأزرق الفاتح. أعرف، أرجوك لا تؤخرني. زين زين، ماذا تفعل؟ أراقب. ماذا تراقب؟ العمد أحيانا تتبدل ألوانها وتصبح غابة حمراء بيضاء، علي أن أفاجئها. إذا أراقب. كل هذا في رأسك. ليس ذنبي أن أرى ما لا يراه الآخرون. تعال، لقد بدأ الدرس. باعتبار كل أنواع الحنان. الهيام هو اللحظة التي يستسلم فيها القلب لأسباب الإفصاح بسره. اللحظة ماذا يمكن أن تفهم من كل هذا؟ كل يفهم بحسب أذنيه وهي كبيرة. الحب غير المعقول، هو زمن الانعكاف على الذات الجوانية. الشغف هو اللحظة يهدي فيها المحبوب روحاً تنصهر في روحه. هم الحب هو إصابة الجسد بالحمى حيث العاطفة تتخطى المحتمل. التوهان هو انفصام كل روابط إثر صراع مستمر. جنون الحب هو إهمال ما تتطلبه مراقبة النفس. الاحتراق محطة تفقد فيها الحياة معناها لو قارناها بغياب المحبوب. والآن من له سؤال؟ في الدرس الماضي استعملت كلمتين لوصف المحب، عاشق وخليل. في العربية 60 كلمة
للتعبير عن حالات المحبين. حسن تعال اشتغل سألحق بك. أطلت الرسالة. تمهل، لم أنتهي بعد. متى؟ مستعجل أنا. عندي ما تطلب، ولكن الثمن يكون أغلى. لها عينان شاسعتان لو أبحر فيهما 40 مركباً لجذفوا 40 سنة بدون الوصول إلى أي شاطئ. وماذا تفعل أنت بكل هذا المال؟ لا يهمك. أنت الزين؟ لماذا؟ تعرف دار الشيخ الخطاط؟ لماذا؟ أهدي هذا. أرني. هدية لليلى. اختر لونا. لك لون أزهى؟ أحمر، أزرق، أصفر؟ صارت محجوزة، ثم اللون ليس لك بل لي، لكل محب اللون. وإلا كيف أميز الرسائل؟ اختر، وإلا اخترت أنت. هذا. لي رسالة؟ لكن لك دين عندي. أعرف. ادفع لي دينا. زد زد زد، عندي أخ، واحدة لزين. أمير أمير، أخرج، عندي لك هدية. أمير هارون، أمير هارون، انظر. أحرس هذا، هو ثمن العمامة. سأرجع حالا. أنت مريض؟ لا. إذن أنت عاشق. ممن؟ قل من. سأنقل رسائلك مجانا. قل من. لا أحد. أنت
ماذا تريد؟ أريد ورقة مكتوب عليها الأمير هارون. من هو الأمير هارون؟ هذا سري. تحشر نفسك في أسرار الآخرين وتكتم سرك. أي خط؟ أريد خط أميري. أحب هذا النغم. من يعزف؟ ليلى بنت الشيخ. تماما، معي رسالة لها. ما لكم؟ اتفقتم ضدي. المعلم يدعوني بابن الحرام وتصفعني. سأشكوكم لأبي. أبوك ليس لك أب. بلى لي. أين هو؟ انتظر. أمي اشتعلت؟ أمي أنا يا عفريت. من هو أبي؟ أبوك؟ لكل آباء إلا أنا. اقترب. لا. اسمع. لا. اقترب لأكشف لك السر. أبوك يختلف عن الناس. أبوك جني. هذا سر بال أعرفه. إذن أين هو؟ ينتظرك لتكبر فيأتي لأخذك. كيف؟ ذقت ذرعا. يضربونني، يقولونني لقيت. من ضربك؟ من؟ سير مني العجب. المعلم؟ سأراه. انتظر خارجا. ضرب اليتامى حرام. ابن من هذا؟ ها؟ في ليلة حارة طلعت إلى السطح. أفقت وأنا تحت ثقل ساحق. كان جني يزورني كأنني في حلم. ما؟ ما تصدق؟ زين إنه ابن جني. إليه جيدا. إن له عين قرد، إن له أنف قرد، إن له فم قرد، إن له رأس قرد. إنه يشبه القرد تماما، ومع ذلك فهو أمين. عين مفقوعة تشهد على رواية هذه من جراء شرارة صغيرة نفخها الجن. أيصدق هذا؟ إذا لم تصدقوني أعطوني قلما وورقة. تريد قلم أمين؟ هارون، هارون بديع جميل. هارون كتب اسمه. هل صدقتم الآن بأنه أمير؟ هارون كتب اسمه. كتب اسمه هارون. ها
هارون كتب اسمه، كتب اسمه هارون ابن الحرام. تتلهى والكتاب انها لم تنتهي منه بعد. روح واحضر والحاج ينتظر. ثلاث أشهر مرت مع بداية هذه اللعبة. مع الصبح سيكون حمامي عندك. عرفتك خطاطا وهأكتشفك عالما في الشطرنج، ولكن أي منفذ ستجد من تشكيلة جديدة؟ لا تحجز حمامي طويلا فهو عاشق. التهمت ملكته حصاني. حان دوري. صغر الدنيا كان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجيء ولا ينظر الى الضيافات. ماذا تفعل يا ابني؟ انها تحلم وساسرق منها حلمها. ها أن المعلم غاب يبحث عنك، وحسن ينتظرك منذ مدة. جئت أبحث عنك، لم أرد أن أجرحك، أقسم أن لا أكرر هذا. تصفينا؟ إني أحضرت الورقة، كتبت هارون بكل الخطوط. خذ، هي لك. تعرف أنت مثل أخي الصغير. أفضل الحروف المرسومة كالحمام. لماذا لم تقل لي أنك عاشق؟ أنا عاشق؟ انظر للآخرين، اكشف عن حبك. تماماً، أنا لست مثلهم. أنت غيور، إذن أنت مغرم. هناك أمور لن تفهمها الآن. قلت لك أنت مغرم. أقول لك لا، إنه مثل المرض، تصاب به فجأة من غير معرفة. كل حسن.
ألم تجد غير هذه التسلية؟ هي دخل لي الكتب تحرق وراء الحمام. هيا. ماذا تفعل؟ هذا غير معقول. ابتعد، هذا شغل. لكن حرق الكتب مستحيل. إني لا أحرق شيئا. إنك ترمي الكتب في النار وتقول إنك لا تحرق شيئا. أصغي إلي، أحضروها لي كي أحرقها، إنها مسمومة، إذن أحرقها، فأنا لست مسؤولا عن شيء. غير مسؤول عن شيء أو عن أحد. اتركها، إنها مسمومة، اتركها. إنك لا تفهم، قلت لك هي مسمومة، وهذا المسكين الذي فر بصفحة منها. من أعطاك هذه الكتب؟ كنت في المقبرة، ناداني هاتف من بعيد، جعفر، وقمت واقفا. أنت جعفر؟ نعم. جعفر البرمك؟ نعم. ستجد بقرب الفرن كيسا من الكتب، أحرقها. لماذا؟ حتى لا يجد أحدا حلمي. وأي حلم؟ حلم أميرة سمرقند. مجنون يبحث عن أميرة سمرقند يترك لي كتبا مسمومة، وهذا الطفل المسكين يفر بصفحة منها. من هي أميرة سمرقند؟ مهلا، انتظروا، للكل دورة. خذ. بحثت عنك طويلا. أين الأوراق؟ مخبوءة. أين؟ تحت قميصي. تحريني في قلب المسجد؟ ناولني الأوراق. اخلع قميصك في قاعة الصلاة وأعطني الأوراق. كله في رأسك. تعال معي. أترى سرابا في وسط المسجد؟ تعرف ما تستحق؟ قد أقسمت. أقسمت ولكنك كاذب. أعطني الأوراق. لست بكاذب، لكني أبصرت ما أبصرت. أقسم برأس أبي أنها تغيرت فعلاً. رأيت ما رأيت. الحب عزك الله أوله هزل وآخره جل. في ليلة جاءتني رؤيا، جاريتان مسنتان واقفتان وسط حوض فارغ، ترشانه بقطرات ماء لعله يرتوي. وعلى حافة الحوض أميرة سمرقند تحدق بعينيها الواسعتين في رمانة حمراء. الحب عزك الله أوله هزل وآخره جد. في ليلة جاءتني رؤيا، جاريتان مسنتان واقفتان وسط حوض فارغ، ترشانه بقطرات ماء لعله يرتوي. وعلى حافة الحوض أميرة سمرقند
تحدق بعينيها الواسعتين في رمانة حمراء. يستوجب علي. ولكن لماذا؟ منذ حين على الضفة شعرت بالحر فرأيت رمانة حمراء تجرفها المياه فسحبتها إلي وإذا بي أفقد توازني وكدت أغرق. ما أبدعه سنوات من الحب والشعر الموجه إليه تعالى، كل هذا الحب يطمس في لحظة جشع. هذا الحب؟ وما حقيقة الحب؟ خذها فأنا لا أستحقها. ربي يا إلهي، أنت السميع العليم برعشة أصغر ورقة في الكون. لست لك حاجة بخطي لتعلم ما في سري. لماذا تدور هكذا؟ وعما تبحث؟ إنها مثل الزمن، تدور تدور إلى ما لا نهاية. وإن أوقفت إحداها هل يتوقف الزمن؟ اتركها. أنت ماذا تفعل؟ أخط أسماء الحب. كل هذا؟ وأكثر من هذا، هناك 60، وجدت 35. أتسمح بقراءة بعضها؟ لم أكمل التخطيط، بقيت عندي كلمتان. إنها عطرة. حبر الشيخ دوما معطر بالياسمين. انتبه الحبر، أتعجبك؟ سأريها. زين زين، عدها لي. ربما قمت بسفر طويل يا حسن. قرآن الأمير اكتمل كله. لكل شيء نهاية. بعيداً شيخي. طلب الأمير حمل مصحفه إلى مكة. ألا أصطحبك؟ إن السفر طويل ومرهق. سنعبر البحر مرتين. لكني أعرف البحر. كل شيء أوان. طال لعبي وحيدا، أخيرا ألاقي صديقي عيسى
نكمل اللعبة. وأنا شيخي سنرى سنرى. دعني وحدي الآن. الحب عزك الله أوله هزل وآخره جد. في ليلة جاءت لي رؤيا. زين تعال. اقترب اقترب. ماذا تطرس؟ كفنا. هذا كفنا. كفن الأمير. أتطرز لي شيئا؟ إني مشغول وليس لي من الزمن الكفاية. ومتى ستنتهي منه؟ مع موت الأمير. ومتى هذا؟ إنه سر. حينما أنتهي من طرز الكلمة الأخيرة. ماذا تريد؟ أريد أن أشتري كتاباً. أي كتاب؟ لا أعرف عنوانه. كيف؟ والمؤلف؟ لا أعرفه كذلك. أه؟ وكيف أبحث عنه؟ أه؟ ما هو موضوعه؟ الحب. لا تضيع لي وقتي. إني جاد في طلبي. اذهب لغيري. هذه النصوص لن تجدها عندي. زين زين. ماذا يريد منك هذا؟ هذا يطلب إيصال رسائله الغرامية. أنت رسول الحب وأنا رسول الموت. زين تعال. لقد بحثت عنك طويلا. كنت هنا. هات الرمانة. أين هي؟ أعطيني إياها. احتفظت بها ليلى. ليلى؟ لقد قرأت أسماء الحب وضحكت كثيراً. ولماذا؟ قلت لها أن للحب 60 اسماً. وبعد؟ وهي الآن تترقب الأسماء المتبقية. المعلم ينتظر. أمير هارون، صبراً صبراً. أتعلم أن والدي سيعود حتماً، وإذ ذاك ستصبح أكبر الأمراء.
تعمل حتى في الليل؟ ضروري، الموت لا ينتظر. هل تنتهي قريباً؟ للأسف أطرز القلب. أرني. إذن ستصنع لي عمامة؟ عمامة؟ ليست لي، أريد عمامة أمير. أي أمير؟ هذا سري. كيف أصنع عمامة إن لم أعرف صاحبها؟ قل، هل تؤمن بالجن؟ بالجن؟ لماذا؟ أجبني أولاً. عديد هي الأشياء التي لا تراها عيوننا إلا أنها كائنة. قص علي حكايتك. أنتظر عودة أبي ليحرر الأمير. أي أمير؟ الأمير الذي مسخه جني إلى قرد. تعجبني القصة. قل لي، أليس جميع أمرائنا قردة؟ أميري قرد ظاهريا. تماما، المأساة أن أمراءنا هم قردة على عكس المظاهر. إذن ستصنع له العمامة؟ سأدفع لك الثمن بلا مقابل، بأمل الخير. لو أرجعت قردك أميرة، قد نأمل في تغيير أمرائنا. احضر لي قياس محيط رأسه. أمير هارون، ابق مكانك، لا تتحرك. هذا للعمة المطرزة باسمك. سيعود والدي عن قريب وسوف تعود أمير. ذلك. فات الأوان، المستضعفون ينتظرون الثورة منذ مدة. قد مللت الندامة، العالم هكذا ولا شيء يغيره. من ليس منا فهو ضدنا. وددت إعطاءك حليتك فيما بعد، ولكن مع هذا الزمن الصعب وهذا السفر الطويل أحبذ أن أقدمها لك الآن. ولماذا شيخي؟ لنا متسع من الزمن. ومن يأتي من الزمن؟ سلسلة تربطنا بعلي الخليفة الرابع أول الخطاطين. حينما قدم لي شيخي حليتي أهداني هذا الواو. الواو يا حسن هو الحرف الوحيد المتضمن لمعناه، فريد ومتعدد على صورة المصور، حرف المسافر. Thank you.
أجر لي مخزنك لليلة. سأدفع ما تطلب، حدد سعره. قلت لك ليس عندي. لقد كان من بين الكتب التي أحرقت. كفى ولن أؤجر. ليلة، ليلة واحدة وأخليه في الصباح حتى إن لم أجد. أخرتني عن الصلاة، لن أكون في الصف الأول. كما لو أن ركعة في الصف الأول أثمن من الأخير. عفوا سيدي، أتعرف أصلها؟ أرأيتم زين؟ لم أره من مدة. الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد. أنت مريض؟ اتركني. أعلق أمنياتي لعودة أبي. ماذا بك؟ كأني رأيت سرابا. أنت كذلك؟ إننا نتمثل. حتما في ذلك المكان. كيف عرفت؟ هنا آتي لأنتظر عودة أبي، فهو سيأتي من هذه الناحية. هكذا أراه يقبل من بعيد، من بعيد، من أقصى الأفق. قل، سيحصل هكذا؟ نعم، كما تأمل. حسن، كدت أنسى. تعال، هم يبيعون الكتب في السوق. اسمعوا ما قال صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، قيل أن في هذه الدنيا ثلاث أحب إلي: العطر والنساء كتاب لوجود اللمس، كتاب والأحلام وبلاد فراس. كتاب قصدت إلى كتاب هذا بالتصغير لقدره والتسجيل لقدره والاحترام والتحقير. أيها العجوز، لماذا انحنى ظهرك؟ شباب الذي افتقدت وأحببت، لأجله أقدم كتابا عن الحب. إنه ليس لي بل له. هل أرى؟ ليس الذي أبحث عنه. مات الأمير. إنا لله وإنا إليه راجعون. متى وقعت منذ الفجر؟ يومين أكثر. تسرب الخبر من القصر. والقصر صامت. وماذا ينتظرون؟ لم يصلوا إلى اتفاق. ستأتي أيام سوداء، حمان الله.
وأنت ماذا تريد بعد؟ خذ 12 دينارا لإيجار المخزن. لم أطلب منك شيئا، ثم السوق ستغلق لو ضعفت المبلغ. الضعف؟ أيها المستغل، ولما لا ضعف الضعف؟ لن تحملها إلى الجنة، شاهد من حولك فالموت يحوم. تهددني؟ ألم يقبل؟ نفسي تغريني باقتحام مخزنه. لا لزوم لهذا، ابقى هنا وانتظرني. أنت مقصورة، حتما سنجد الكتاب. لقد وجدته، لقد وجدته. أشفلتني، إنك لن تتغير. إني لم أفعل شيئا، لقد وجدت الأمير هارون. ولكن الكتب عديدة هنا، والليل أغشى وأنت لا تساعدني. سأطلب المساعدة. ممن؟ ممن؟ من المحبين. لا سيعلم الكل بسرنا. لا تخف، لن يخونوا أمرنا، كل أسرارهم عندي. ليلة واحدة لا تكفي، الكتب كثيرة. ليبحث كل منا في ركن وسنعثر عليه لا محالة. أين أنت يا زين؟ زين! زين! لابد خرج، هيا بنا. كل هذا من أجل الكتاب. لن يبحث عنك أحد هنا، ولكن لا تتحرك، وإن سمعت خطا فاختفي. سأعود حالا، سأبحث عن زين. زين! زين! أجعفر هنا؟ لا، أبحث عن زين. أخاف أن أصابه سوء. إني لم أتوصل إلى حمايته من السوء بفضل هذا الخرس. لطفك يا رب، ومن يرجع لي ابني. Thank you.
لأنك لست في أمان هنا، فإنه لم يعد لنا أمان في هذه المدينة. أريد الالتحاق بشيخي. شيخك سافر إلى مكة. منذ متى؟ من يومين. ولما لم تعلمني بذلك؟ وكيف مع كل هذه الأحداث كنت أواري الموتى؟ مع موت الأمير أعلن المستضعفون العصيان. وزين اختفى وسيعود في حينه. سألتحق بشيخي. أنت مجنون، المستضعفون حول المدينة يستعدون للهجوم عليها. من أي جهة طريق مكة؟ اهرب، لا يحق لأحد أن يرى. إلى أين يا فتى؟ لو صادفك المستضعفون فسيكون مصيرك الموت. إيه، انتظرني، يجب أن ألحق شيخي درويش. إيه درويش، انتظرني، إني لا أعرف طريقي. مالك الناس، إله الناس، سأخذهم معي فالمعدمين على الأبواب. فليبقون هنا معي لمراقبة أكياس الفلفل. إنهم سيذبحونكم. لا أخشى أحدا إلا الله. أخشى إذن الذي لا يخشى الله. يقولون إن قائدهم يحب الله. حذر، بعضهم يحب الله زورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عيد ترشانه بقطرات ماء لعله يرتوي. من تكون؟ وعلى حافة الحوض أميرة سمرقند تحدق بعينيها الواسعتين في رمانة حمراء. غناؤها الحزين أخرجني من منامي فصحوت. سأذهب لملاقاتهم وملاقات قائدهم، فإن كان القرآن رايته ها هو قائدك.
هذا القائد المزيف وهشم في طريقي كل آلات الموسيقى. أين أنت ذاهب؟ ألتحق بشيخي، أعرف أين سأجده. هو ينزل برصافة عند الصيدلي المسيحي عيسى ليتم لعبة الشطرنج. كيف وجدت تلك الصفحة؟ كنت أبحث عن أسماء الحب، 60 اسما. هل تعرفها؟ لا، وجدت 47. أحفظتها عن ظهر قلب؟ أجل، هيام. ومعناه؟ الحب الذي يضل ويؤدي إلى الموت. وبعد؟ عشيق، عزيز. كيف عرفت اسمي؟ اسمك عزيز؟ الذي نعزه؟ مضطر فعلاً للحاق بشيخك. وأنت أين تقصر؟ كفى ما تعلم. ومن أين جئت؟ اسمي عزيز والبقية ستعلمها في حينها. عزيز؟ مستعجل، صبراً. أنت جريح؟ أريني يدك. أنت محظوظ إن نجوت منهم. تعال معي إلى جناني، ستكون في أمان. هذا بستاني. من أين هذا الصوت؟ إنها أميرة سمرقند تنوح. ولما؟ هي متيمة بحبيب لاقته في حلمها. أحيانا تسافر بعيدا لانتظاره. الزمن يمر ونواحها يدبل بستاني من يوم إلى يوم. في ليلة جاءتني رؤيا، جاريتان مسنتان واقفتان وسط حوض فارغ ترشانه بقطرات ماء لعله يرتوي. وعلى حافة الحوض أميرة سمرقند تحدق بعينيها الواسعتين في رمانة حمراء
غناؤها الحزين أخرجني من منامي فصحوت. ما من حلم إلا وله مثيل. السلام عليكم، هل هنا حارة البساتين؟ إني أبحث عن عيسى الصيدلي، عيسى الصيدلي النصراني. هناك ستجد بيت عيسى. اتركيني. رمانة، رمانة جميلة لجميلتي، ثمرة الجنة هي لك، ما أجملها. السلام، أين منزل عيسى الصيدلي؟ نعم، فابنته الصغيرة قد اشترت لي في الحين رمانة. أسرع الحقا، أظن أن والدها في سفر. لا أعرف أكل الرمان. هذه أشهى الثمار، كل حبة هي حبة فردوس. أقشرها لك؟ عزيز، من أنت؟ مهلاً، مهلاً، لنسافر حالاً. إلى أين تسيرون يا شباب؟ لدياري. وأنت؟ ساعدوني. منذ ليال أجر سيدي بلا حياة، أسر بسيدي الصغير لدفنه بجنان حلمه حيث تنتظره أميرة سمرقند. من هو سيدك؟ هو الشباب والفتور، ترك الدنيا من أجل حلم. لأجل حلم وساح في رحابها يبحث عن أميرة سمرقند، ولكن الموت لقيه. أترك. هيا يا فتيان. خذوا كتاب ضم فيه حلمه وبثه سره، لا يمكننا دفنه كما دفنه شبابه. دع هذا، سيجلب لنا النحس. سنصل قريبا. دع هذا. وهو الكتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. عزيز، أنت هي أميرة سمرقند. الحب وأعزك الله أوله هزل
وآخره جد. ما تنتظر يا جدي هنا في الطريق؟ شخصا ما. ولما في الليل؟ لأبقى حيث أنا، فلا أحد ينتظرني منذ زمن. ولما هنا؟ هنا كان سوق، كنت أبيع الكتب. الآن هنا وهناك لا فرق بينهما. وأنت ماذا تفعل وحدك في الطريق ليلا؟ احكي لي قصتك. قصة تطول. ليكن من زمن طويل ما سمعت إنسانا. إني طالب خطاط، كنت أبحث عن حقيقة الحب، وذات يوم وجدت ورقة نصف محروقة. كي أعرف البقية بحثت عن الكتاب لكن لم أجده، ثم فقدت شيخي. وبعد؟ والتقيت بعزيز. من هو عزيز؟ افتقدته قبل أن أعرف. وما تروي الورقة المحروقة؟ حلما. وما يقول الحلم؟ لم يكن حلما فحسب، إني رأيت أميرة سمرقند فعلا. يركض الناس طويلا خلف حلم ثم يلقونه ولا يعرفه. هذا قلم خطاط مضى 20 سنة لإبداع حرف الواو، خذه. حسن هو الحرف الوحيد المتضمن لمعناه، فريد ومتعدد على صورة المصور.
ضيف مسافر. I didn't.